وينضم إلينا من معرض القاهرة الدولية للكتاب مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل عندك اليوم في افتتاح معرض القاهرة الدولية للكتاب وأبرز الأجنحة، وكيف يتم قضاء أسرة يوما في أجازة نصف العام في معرض القاهرة الدولية للكتاب؟ تحياتي إليك من معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55، والذي يأتي هذا العام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تم افتتاحه بالأمس الأربعاء 24 يناير. افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويمتد ويبدأ الافتتاح الرسمي أو بدأ الافتتاح الرسمي للجمهور اليوم الموافق ل25 يناير الموافق لاحتفالات مصر بأعياد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير. هذا المعرض الذي يأتي هذا العام، والذي يزوره سنويا نحو 2 مليون من الزائرين من مختلف الجنسيات، المصريين والعرب والأجانب، منذ اللحظات الأولى لهذا اليوم وهناك زخم هائل حول الأبواب التي لا يوجد بها موطئ القدم من شدة الازدحام من كافة الأسر الذين أتوا إلى هنا لحضور الافتتاح والمشاركة في فعاليات هذا المعرض، الذي يعتبر من أكبر المعارض وربما هو الأكبر من نوعه في مصر وفي الشرق الأوسط في المنطقة كلها، من حيث عدد الناشرين المتواجدين والفعاليات الثقافية والدول المشاركة في هذا المعرض. طبعا لدينا ضيف الشرف في نسخة هذا العام في الدورة 55، دولة النرويج التي تأتي ضيف شرف، والتي كان لنا سبق التصوير معها منذ قليل في لقاء حصري للقناة الأولى المصرية مع قرينة ولي العهد النرويجي، وأيضا كان معنا وزير الخارجية النرويجي، والذين تحدثوا عن مجمل العلاقات بين مصر والنرويج، وتحدث أيضا وزير الخارجية فيما سيلي تفصيلا عن التعاون بين مصر وبين النرويج والتنسيق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية بخصوص القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب هناك في غزة. لدينا في الحضور هنا في معرض الكتاب لدينا مسلم حسن شخصية المعرض، ولدينا يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل في هذه النسخة لهذا العام. صحيح. لدينا سعر التذكرة للدخول للمواطن 5 جنيهات كما أعلنت بذلك الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس في دار الأوبرا المصرية. نعم. يوم نعم جميل يقضيه أو تقضيه الأسرة المصرية هنا في معرض الكتاب، بين أروقة المعرض، بين الأجنحة المختلفة للكتب بمشتملاتها المتعددة. أعتقد أن من جميع الأسر المصرية سوف تكون حريصة على قضاء يوم في معرض القاهرة الدولية للكتاب. بشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.